أنا ماني ضد عمليات التجميل أبداً، أنا ضد الإكسي بعمليات التجميل والمبالغة والأوبسيسيون اللي صار عند السيدات. إذا بقلك أنا أو أي حدا ضد عمليات التجميل بيكون غلطان، لأنه العمليات التجميل انعملت وفي منها كتير ترميم لحتى أمرار تصلح، مش بس التجميل أمرار، في أكسيدان، في كتير أمور بتصير أكسيدان عند الأشخاص، فانخلقت هذه العمليات لتفيدنا لتصلح. وإذا ما بدي أحكي عن الأكسيدان، حتى لا السيدات العاديات فيهم يكونوا مثلا مزعوجين من منخارهم، ديزون مني ضد إذا الفتاة زبطت منخارها وحست أنه صار عندها ثقة بحالة أكتر، ولكن أنا ضد العشوائية اللي عم بتصير وهالإكسيسيف بعمليات التجميل. مواقع التواصل الاجتماعي ما تنسوا تشتركوا أبوني لشين يوتيوب.